أما تخافون الله سبحانه وتعالى في محارمكم؟ أما تغارون على محارمكم يا عباد الله؟ تطمعون بالدراهم وترخصون الأعراض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلموا أن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يحاولون الآن كسر الحواجز بين الرجال والنساء، يحاولون الآن كسر الحواجز بين الرجال والنساء، وأن تختلط النساء بالرجال في أي مكان، أن تسافر بدون محرم، أن تخلو مع غير محرم أو غير زوج. يحاولون ألا يبقى حاجز بين الرجال والنساء من أجل أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأنه لا يهمهم، لا تهمهم الأعراض، وإنما يهمهم أن يكونوا مثل الكفار، أن يكونوا مثل نساء الكفار، تكون نساء المسلمين مثل نساء الكفار. ويقولون هذا من الرقي والتقدم والحضارة، أنتم متخلفون إذا حجبتم النساء وتحفظتم على محارمكم تكونون متأخرين. إلى أين التقدم؟ إلى جهنم. هم المتأخرون، تأخروا عن الإيمان وعن الجنة إلى النار والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، ولا يغرنكم هؤلاء المنافقون والمنافقات والناعقون بأصوات الكفار الذين يريدون أن تزول الفوارق بين الرجال والنساء من أجل أن تشيع الفاحشة بينهم، لأنهم لا يغارون على الأعراض ولا يغارون على النسل ولا يغارون على شيء، إنما هم كالبهائم، بل هم أضل والعياذ بالله.